اهلا بيكم في معرض هيما شوب الالعاب الاطفال. النهارده معانا سياره جيب مميزه، سياره جيب 4 موتور، تصميم مبهر، تصميم قوي جدا، لون احمر ميتاليك مميز زي ما احنا شايفين، عجل قوي بلاستيك فايبر زي ما احنا شايفين، ابواب تصميمها رائع، شكل للسياره مميز. تعالوا نشوف مع بعض تصميم السياره. مجموعة أزرار في المنتصف، زرار التشغيل أو إيقاف تشغيل السيارة، لو ضغطنا بالشكل ده تشتغل السيارة لوحدها. بعد كده زرار تحريك السيارة للأمام أو للخلف، لو ضغطنا على الزرار بالشكل ده مع الدواسة اللي لونها أحمر اللي موجودة بالأسفل تتحرك السيارة للأمام. اما لو رجعنا ضغطنا على نفس الزرار بالشكل ده مع الدواسة اللي موجودة بالاسفل ايضا تتحرك السيارة للخلف. بعد كده لو ضغطنا الضغطة بالشكل ده وخلينا الزرار في المنتصف مع الضغط على الدواسة بيمنع حركة السيارة نهائيا. وعشان اقدر ارجع احرك السيارة بشكل طبيعي لقدام او لورا بنخلي الزرار بالشكل ده او بالشكل ده. بعد كده الزرار اللي باللون الاحمر ده زرار لتشغيل او لتفعيل وضع الهزاز بالشكل ده، وطبعا ده وضع اسمه الهزاز او الاهتزاز في وضع الثبات. العربية تتحرك لقدام ولورا بتزيد من متعة الطفل اثناء ركوبه السيارة، وبنقدر نوقف الوضع ده من خلال الضغط على نفس الزرار مرة تانية. بعد كده لو جينا بصينا على الازرار اللي موجوده قدامنا، دي ازرار تشغيل الموسيقى والكلاكس. والموسيقى موجوده داخل السياره ونقدر نوطي ونعلي الصوت زي ما احنا عايزين. معانا مدخل للمايك، معانا مدخل لليو اس بي، نقدر نحط فلاشه خارجيه عليها اي ميوزك احنا عايزينها. معانا كمان مؤشر للبطارية بيوضح إذا كانت العربية محتاجة تتشحن أو مشحونة بالكامل. دريكسيون مميز، في زرارين، زرار لتشغيل الموسيقى وزرار لتشغيل الكلاكس. كمان معانا كرسي مصمم بشكل مميز لمزيد من الراحة للأطفال أثناء جلوسهم داخل السيارة. معانا كمان ريموت كنترول للتحكم في السيارة عن بعد، حزام أمان لمزيد من الحماية للأطفال أثناء جلوسهم داخل السيارة. طبعا زي ما احنا شايفين صندوق مميز جدا. معرض هيما شوب الألعاب الأطفال بيقدم كل جديد في عالم الألعاب.